اول ما حد ممكن الظروف تاخده انه يلاقي طفل، يعني وده طبعا موقف من اصعب المواقف، بس بتشوفه احيانا يعني على الفيسبوك. والحقيقه انا شفته شخصيا، تعرضت ليه. يعني كان الطفل امام المسجد، كان مسجد ايوه في مصر الجديده بعد انتهاء الصلاه، كان رمضان والايام الاخيره والاجواء الروحانيه دي، الناس خارجه لقت الطفل امام المسجد. فيعني ايه اللي حضرتك تنصحي بيه اللي المفترض انه يتم فورا، لانه حصلت حاله من الفوضى ما بين الناس، وطبعا السيدات وانت عارفه حضرتك بقى اللي قالت طب اخده، طب يا حرام. يعني ايه الصح؟ يعني هو مش حكايه تعاطف، يعني الجميع متعاطف اكيد. هو القانون بيقول زي ما بقول لحضرتك، اللي بيلاقي طفل معصور عليه لازم يبلغ قسم الشرطة اللي هو تابع ليه. ما ينفعش اي حد ياخده. لا، لازم يبلغ، وممكن ياخده يفضل معاه يوم او يومين لغاية ما تاخد الاجراءات. يعني هو مش هياخده وينيمه في قسم الشرطة، بس لازم يعمل الاوراق بتاعته انه انا عثرت على طفل في المكان الفلاني بالمواصفات الفلانية، ويسيب بياناته. بعد ذلك بيسلم الطفل ده في اماكن مخصصة لتسليم الاطفال، مراكز رعاية طفولة، لو هو عايز يكفل الطفل بعد كده. ودي حالات بتحصل كتير بالمناسبة، يعني حد يلاقي طفل وياخد الاجراءات دي وبعدين بيجي لنا بعد كده بنرتب الموضوع بحيث ان هو ياخد الطفل. بتلاقوا أطفال حديثة الولادة طبعا كتير كتير؟ طبعا هم طبعا اغلبا أنا عارفة كده. طبعا، بس بتلاقوا كتير؟ يعني بقيت سؤالي، النسبة الأكبر حديثي الولادة انا ما عنديش الاحصائيه دي، لازم نلاقيها نجيبها من بشكل الداخليه، عام أو لكن تقديريا في اعداد طبعا مش كتير. لا مش كتير، الأكتر مفقودين مثلا لا قدر الله أو مفقودين برضو دي مخطوفين. حدوته تانية. لكن بالنسبه للمعصور عليهم ليهم نظام. من ضمن الاجراءات الجديده ايضا اللي كويسه في اللائحه، انه قبل كده كان انه الطفل ده ممكن يسلم للاسره بعد سنتين، يعني بعد ما يكون قضى في مركز رعاية الطفولة التابع لوزارة الصحة سنتين. فده طلع علميا غلط ونفسيا غلط، فاحنا غيرنا ده بقى الطفل بيسلم من سن 3 شهور، علشان في السن الصغير ده هو بيحصل رابطة بينه وبين الأسرة، ايوه طبعا بينه وبين الأم وبينه طبعا. وبين أفراد الأسرة. طلع انه ده دور مهم جدا، فاحنا غيرنا اللائحة وبقى بيستلم من 3 شهور. كمان ايضا المراه المطلقه تقدر تاخد طفل وترعاه، وكمان الانسه، لسه كنت هقولك الانسه المطلقة تنفع، لكن الأنسة لا والانسه تنفع بس تكون بس ده بعد سن قريب ولا دي 30. كانت تمام بعد ليها شروط، 30 لكن ده برضو تعديلات حديثه، تعديلات حديثة. لو بس مش القرار ده، لا تعديلات كان زمان من 3 سنين. ما كانش بينفع. يعني التعديلات دي من حوالي 3 سنين، يعني غير القرار بتاع السيد رئيس مجلس الوزراء. في احنا شغالين على الملف يعني، وبعدين بنعمل ايه التعديلات اول باول وفق لحاله الناس. الفكره الاهم في الموضوع واللي لازم توصل للناس انه الاطفال دول ما لهمش ذنب. طب يعني الوصمه اللي بتتقال عليهم، هو الطفل ده ظلم من الكبار، فلازم المجتمع يبقى رحيم بيه، والاسره اللي بتكفل طفل لازم نشجعها انها ما تتكسفش انها تقول الحقيقه، ولازم تقول الحقيقة ليه ولا للناس؟ حتى للناس بس هو كمان لازم يبقى عارف في سن معين بالظبط. كل يعني حاجة. انا عايزه اقول لحضرتك مثلا عندنا حاله بتاعت اسره بنتين اخوات يعني توائم، واخدوهم وسافروا امريكا وعايشين هناك. لما نشوف المجتمع هناك بيتعامل معاهم ازاي، انه مسألة الأسرة البديلة او الكفيلة دي حاجة عادية جدا ومقدرة جدا، والبنات في منتهى الانطلاق والثقة بالنفس. المجتمع هو اللي ليه دور في المسألة دي، انه تدعيم الأسرة اللي بتاخد طفل بالشكل ده، وانه هي بتعمل عمل عظيم، بتشجعها. وانه ازاي المجتمع يبقى داعم ان الاطفال دول ما يبقاش عندهم وصمه او احساس بالخجل. ده لازم نشتغل اصل عليه. هو ايه ذنبه؟ وكمان الاسره اللي بتعمل ده دي اسره كويسه، جدا. لان هي بتحمي مسألة طفل مش سهلة، من الشارع. وبتعامله معاملة يعني الابن. انا الحقيقه اعرف اسرة بتعامل وعندها 3 اولاد، الابن الرابع ده زيه زي الاخوات، يعني في التأمين، بيته لما يكبر موجود، كل شيء مقسم، يعني تحسبا لأي شيء
يحصل لهم، فأموره كلها مترتبة وبيعامل زي بقية اخواته. يعني ده شيء يعني شيء يحترم راقي بصراحة، راقي جدا جدا وجميل. وصرحوه كل حاجة وهو عارف ومرتبط طبعا بيهم كأب وأم وكعيلة واخواته عادي. هو الرعاية، الرعاية والحماية والحب هم الكفيلين بعلاج أي حالة. ممكن يغيروا اسمه يعني لو حضراتكم بتسلموه بيطلبوا باسم معين ومش عايزينه طبعا بيطلب يطلب ويتغير.